حدث مدوي في مصر بيشغل الرأي العام. بطل القصة الشاورما. أيوة زي ما سمعتوني، سندوتشات الشاورما. عايزين تعرفوا فراخ ولا لحمة؟ حب أقول لكم إنها شاورما فلوس، وتم ضبطها مع شخص البعض قال إنه مجهول والبعض التاني قال إنه ينتمي لسلك القضاء في مصر، وهو بيحاول يهرب 1,200,000 جنيه جوه سندوتشات الشاورما خلال سفره من مطار القاهرة. انتهت التحقيقات وفقا لبعض المواقع بمصادرة المبلغ وإخلاء سبيله بكفالة والسماح له بالسفر. خلينا نشوف الفيديو اللي انتشر زي النار في كومة القش وأشعل السوشيال ميديا. سعادتك تقول لي لا هو بيفضل كده، تقول كلها في الاولاد ثلاث لا كلها هم سته تقريبا.